السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، حياكم الله أينما كنتم. وصلنا للصفحة رقم 20 من مدارسة كتاب الله عز وجل، ضبط، متشابهة، تدبر، فهم، توجيه، لمسات، كل هذا بإذن الله سيمر معنا من خلال هذه الحلقات. ومباشرة إلى السؤال، كيف نضبط ختام الآيات إنك أنت السميع العليم 127، 128 إنك أنت التواب الرحيم، 129 إنك أنت العزيز الحكيم. هذه طبعا بدأت في الصفحة رقم 20. الآيات شوفوا أحبتي في الله، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قد يحدث طبعا لبس في الختام عند البعض ليس عند الكل، وراح نحاول نضبطها ونعرف أنه وين جاءت إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم. الآية الأولى فيها كلمة إسماعيل، لاحظوا أحبتي في الله حروف السين، الميم، العين، اللام من اسم إسماعيل، فنربط هذه الأحرف مع أحرف السميع العليم، سين، عين، ميم، لام، ما تلتبس عليك، إسماعيل السميع العليم. أيضا لاحظ وجود العين في يرفع إبراهيم القواعد، القواعد يرفع ونربطها مع عين السميع العليم، هذه الآية الأولى. أما في الآية الثانية طبعا هذه ما راح تلتبس عليكم لأنه ورد فيها وتب علينا، فإذا ختمت التواب الرحيم. والآية الثالثة وردت الكلمات التالية ويعلمهم والحكمة ويزكيهم، نربط العين من ويعلمهم والحاء والكاف من والزاي والميم من والحكمة ويزكيهم مع حروف العزيز الحكيم. لاحظتم أحبتي في الله؟ فراح تنضبط معكم وما راح تلتبس عليكم بإذن الله عز وجل. فائدة تدبرية، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الدعاء للذرية بالصلاح شأن الأنبياء، فاقتدوا بهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يفرغان من بناء أعظم بيوت الله في الأرض، ثم بعد ذلك يسألان ربهما التوبة. ما أجمل الأدب مع الله سبحانه وتعالى. سؤال جديد، كيف نضبط مواضع إنك أنت السميع العليم؟ هذه الصيغة وردت مرتين أحبتي في الله في الزهراوين، البقرة، يعني الزهراوين البقرة وآل عمران، ونضبطهما بهذه الجملة البسيطة، إنك أنت السميع العليم، موضعان في الزهراوان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هذه مرت معنا في السؤال السابق. وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وشوفوا لو احنا ندقق بالآيات وماذا يرد في الآيات حتى انه تنضبط عندي الخواتيم. لاحظوا قبلهما أحبتي في الله الدعاء، تقبل منا، لما دعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، والمقصود بهما طبعا إبراهيم وإسماعيل. وفي آل عمران تقبل مني، قالتها امرأة عمران، فاجعل هذا الدعاء تقبل منا، تقبل مني، علامة على موضعي إنك أنت السميع العليم، أي حيث وردت فتقبل منا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فائدة تدبرية، ربنا تقبل منا، رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد وقاما بعمل عظيم، ثم دعوا الله أن يتقبل منهما، فيها استحباب الاقتداء بهما في القيام بالطاعات الشاقة والتضرع لله سبحانه وتعالى بقبولها، وعليه المشاريع الناجحة
بحاجة إلى دعاء صادق من القائمين عليها بالقبول، فإذا تقبلها الله منك جعل لها شأنا عظيما، فلا تغرنك أعمالك، وادع الله أن يتقبل منك. وفيهما إشارة جميلة أيضا، أيها الأب أشرك ولدك في مشروعك الخيري والدعوي ولو بشيء يسير، هذا له آثار حميدة. وكما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سؤال جديد: كيف نضبط الآيات التي تقدم فيها ذكر التزكية على التعليم وبالعكس في البقرة، آل عمران، الجمعة؟ وخلونا نشوف الآيات. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا أول موضع في هذه الصفحة، احفظه بأنه دعاء النبي إبراهيم عليه السلام، إنك أنت العزيز الحكيم. موضع الثاني في البقرة اللي راح إن شاء الله يجينا في الجزء الثاني: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تقدمت التزكية في دعاء النبي إبراهيم عليه السلام، تأخر. في آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تقدمت التزكية وانتبهوا، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوفوا أحبتي، الموضع الأول الذي هو في هذه الصفحة اللي احنا الآن بصددها، صفحة رقم 20، تقدم التعليم على التزكية وهو الوحيد. باقي المواضع تأخرت التعليم، يعني تقدمت التزكية على التعليم. إذن هذا الموضع نضبطه على قاعدة العناية بالآية الوحيدة، وأيضا أنه دعاء النبي إبراهيم عليه السلام. آية آل عمران الوحيدة، انتبهوا، رسولا من أنفسهم، وباقي المواضع رسولا منهم. انتبهوا أحبتي في الله، من أنفسهم الوحيدة في آل عمران، بينما باقي المواضع رسولا منهم. جاءت لفظ رسولا منكم في الموضع الثاني من سورة البقرة، ونربطها مع كلمة فيكم، أنه هذه بصيغة المخاطب، فهذه ما تلتبس عليك، تخليها مكانها. يعني أنه من يقول رسولا منهم، إذن يعلمهم يزكيهم بالهاءات، منكم يعلمكم يزكيكم، فجاءت بالمخاطب. يعني بحسب سياق الآية ما راح تلتبس عليك، لأنه أنت تعرف هذه راح تكون مخاطب وهذه تكون للغائب. الآية: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وردت في آل عمران، يعني في آية آل عمران والجمعة بعد التزكية والتعليم. ماذا فيهما؟ فيهما عين وميم، يعني عمران الجمعة، حتى أنا أخليها عندي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وما تلتبس علي، واختلفت، انتبهوا، راح أرجع معاكم شوية. البقرة ماذا قال؟ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بقرة ليس فيها لا ميم ولا عين. إذن السور التي فيها عين وميم، عمران الجمعة، تطابق الذي جاء بعدها، يعني بعد ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وأيضا أنه جاءت بالهاء في الجمعة وآل عمران، وجاءت بالكاف منكم يعلمكم يزكيكم في آية البقرة. هذه المواضع أنا اللي أتكلم فيها التي تقدم فيها التزكية على التعليم، انتبهوا. فبهذه الطريقة إن شاء الله ما راح تلتبس عليكم أحبتي في الله. فائدة أحبتي: الدعوة في آية البقرة كانت قبل وجود الضلال في ذرية إبراهيم عليه السلام، والآية دعاء لتلك الذرية، فجاء ذكر التعليم أولا لأنه السبب في حصول التزكية. وأما باقي المواضع امتنان المولى سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالهداية وإجابة دعوة إبراهيم عليه السلام، فأخر
ذكر تعليم الكتاب ليكون بعده ذكر الضلال الذي أنقذهم منه. ودائما أقولها أنه التخلية قبل التحلية، التزكية قبل التعليم، أن تشتغل على ما موجود من أمور يعني قد تمنع حصول العلم، أو أنه أنت لان العلم من ذنوب ومن بعض الأطباع أو السلوكيات كالعجب، الغرور، الحسد، الغيرة، الحقد، هذه الأمور كلها. هذا المقصود بالتزكية، أن نتخلص من هذه الآثام حتى لما أنت تأتي تريد أن تحفظ كتاب الله عز وجل أو أن تتعلم العلم يكون الطريق سالك أمامك ومفتوح فعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب أحبتي، نضبط المواضع، كيف نضبط؟ إنك أنت العزيز الحكيم. الجواب، وردت إنك أنت العزيز الحكيم 4 مرات في القرآن، في البقرة، المائدة، غافر، الممتحنة، وأتت في المائدة بالفاء، فإنك، ونربطها مع فاء من كلمة فإنهم في نفس الآية. وشوفوا معايا، يعني الوحيدة في المائدة فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب خلينا نشوف المواضع. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذا تلاحظون أنه السؤال الأول من جانب هاي الصفحة كيف ربطنا إنك أنت العزيز الحكيم حتى ما تلتبس عليك وتظل أنت متذكرها. المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا ما أتصور أنه يعني ما تعرفه، كثير من المسلمين يعرفون هذا دعاء المسيح عليه السلام في آخر صفحة من سورة المائدة، والتي ورد في الحديث الصحيح بأنه قام ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فقط. في سورة غافر، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، 8، رقم 8. وعدنا في الممتحنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله العظيم. شوفوا يعني إذا احنا نشوف موضع البقرة اللي قالها إبراهيم عليه السلام، وإذا جنع الممتحنة، هلوا ببالكم أيضا أنه تبدأ الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. انتبهوا، أيضا جاءت إنك أنت العزيز الحكيم. واضح؟ انتبهوا أحبتي في الله. في المائدة قالها المسيح عليه السلام، فهذه ممكن أنه احنا تفيدنا في الضبط اللي هي إنك أنت العزيز الحكيم، وقلنا بالفاء فإنك أنت العزيز الحكيم فقط في المائدة، وقبلها فإنهم حتى أنا أذكر بأنه بالفاء. طيب وردت ملاحظة هنا، وردت في سورة الدخان إنك أنت العزيز الكريم، آخر صفحة من سورة الدخان الآية 49، ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهي الوحيدة في القرآن نضبطها على قاعدة العناية بالآية الوحيدة. طبعا راح بإذن الله نشرحها في موضعها لما نصل إلى سورة الدخان، لمن قيلت وفيما قيلت وما السبب. أقف هنا أحبتي في الله، أكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.